السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا إكرام شعبان طبيبة أسنان، واليوم رح نتحدث على بعض الأخطاء الشائعة ومتكررة اللي يقوم بها المرضى عند زيارة طبيب الأسنان. أول خطأ اخترته هو خطأ في الحقيقة قبل عيادة طبيب الأسنان، قبل ما تروح للدونتيست. هو أصلا أنه الناس ما تروحش طبيب الأسنان إلا في حالات الآلام الشديدة اللي تنوضهم باي اكزامبل في الليل، ولا يكون عندهم أبسي. ألوغ كو لازم تروحوا عند طبيب الأسنان كيما يكون عندكم والو والو، مرة أو مرتين في السنة. وهناك بعض الأعراض اللي لازم تروحوا عليها طبيب الأسنان وانتم تبان لكم عادية، ودرت بوست في انستغرام راح أشارككم به يهدر على هي الأعراض اللي ممكن تبان عادية بالنسبة لعدة أشخاص وتحتاج فعلا زيارة طبيب الأسنان في أقرب وقت. ثاني خطأ وهو خطأ خطير جدا أعتبره شخصيا وككل أطباء الأسنان ناشدوا الناس أنها تحبس عن هذا الخطأ، وهو عدم الإفصاح عن الحالة الصحية للمريض. كي تروح عند طبيب الأسنان يسقسيك بعض الأسئلة، من بينها حالتك الصحية، هل تشرب بعض أدوية، هل المريض بمرض ما، والأغلبية مع الأسف ما يقولوش الحقيقة لطبيب الأسنان في بحسب نظرهم أنه إذا قالوا طبيب الأسنان ما راحش يأخذهم يعني اعتبار، ولا ما راحش يداويهم، ولا ممكن راح يخاف منهم. ألوغ كو هذا خطأ كبير كبير كبير. طبيب الأسنان قرا 6 سنين، يعرف كل الحالات المرضية وعلى باله بلي كل الأمراض عندها علاقة ببعضها، ومع الأسف المريض ما على بالوش بلي المرض اللي ممكن هو يشوفه ما عندوش علاقة بالأسنان، وعنده علاقة شديدة بالأسنان ممكن يأثر عليه الحالة أو الطريقة اللي راح يقوم طبيب الأسنان بعلاجه. هناك بعض الحالات أمراض مزمنة، أمراض قلب، أمراض سكري، بعض عدة أمراض وبعض الأدوية اللي ناخده كحالات خاصة. ممكن إذا أنت مريض هذاك المرض أو تشرب هذاك الدواء راح ناخذ احتياطات أخرى كطبيبة أسنان، مثلا نعطيك دواء قبل العلاج، نعطيك دواء بعد العلاج، نغير من نوع أو نوع الأنستيزي أو نوع التخدير. هناك عدة أشياء أقوم بها كطبيب أسنان أو كطبيبة أسنان لتجنب جعل حياتك في خطر. دونك من الافضل انكم تساعدوا اطباء الاسنان في هذا الامر، انكم ما تخفوش الامراض ديالكم، لانه هذا اولا واخيرا في مصلحتكم انتما ماشي في مصلحه طبيب الاسنان. الخطا الثالث وهو المبالغه في الوصف. بعض المرضى مع الاسف كيجوا لطبيب الاسنان باش ياخذهم بصوره مستعجله، ولا بالنسبه ليهم باش ياخذ باش يتمتم يدخلهم ايتو، يبداو يزيدوا عليها شويه، درت ثقه الاثنين ما رقدتش كامل الليل كذا كذا كذا، الوغ كو درسو ممكن تكون وجعتو غير بكلا عفسه حلوه ولا كلا عفسه بارده باغ اكزومبل. الوغ كو المرضى مع الاسف ما يعرفوش باللي اي تغيير في نوع الالم يعني تغيير في التشخيص، يعني تغيير في طريقه العلاج، وباللي هكذا راهم يديروا اخطاء بتعود بالضرر على اسنانهم وبالضرر على نفسهم بالدرجه الاولى. فاخذ بعين الاعتبار المريض اللي توجعوا شويه ماشي كيما المريض، ناخذهم كيف كيف، كامل حيجوزوا، كامل حنعالجوهم، وحالات كامل تجوز عند طبيب الاسنان. لكن التشخيص ممكن يخطئ بسبب مبالغه في الوصف او مبالغه في التعبير او الاصرار على امر معين. ممكن انت تقول له توجعني لا لا طول الليل، يقول لك شويه ماشي بزاف كيما تاكل، تقول لا لا وحده راهي توجعني، الوغ كي يضطر طبيب الاسنان انه ينحي كامل اللب كامل العصب، وبالتالي تموت السن تاعك، يموت عضو من اعضاء جسمك فقط بسبب المبالغه وبسبب بعض الكذب وبعض الاحتيال. دونك هذا جسمك وهذه صحتك انت، دونك ما تلعبش بها، عبروا بصفه طبيعيه طبيب الاسنان بدون مبالغه وبدون ما تنقص وبلا ما تزيد عليه. الخطأ الرابع، لا تقرر في مكان طبيب الاسنان. طبيب الاسنان هو مختص في هذا المجال، درس 6 سنوات ممكن اكثر في هذا المجال، ودراسته تمكنه من أنه هو يختار تشخيص صحيح، يختار طريقة العلاج الصحيحة والأنسب بالنسبة لهذه الحالة. ثم أنت ما تنبوزيش على الدونتيس، ما تفرضش على الدونتيس أنه نو يقول لك هذا الدرس تخدم، تقول له نو تنحيها لي دوكا نو ما على باليش. وباسكو علاش بالنسبة للمرضى نتفهموا أنه بالنسبة للمرضى ما عندهمش معلومات كافية، بالنسبة ليه وجعاته ولا قتلاته درسته، الطريقة الوحيدة انه باش يتخلص من هذاك الالم هي انه ينزع
هذيك العضو ولا هذيك الضرسة هو امر خاطئ جدا جدا. ايماجين تاي كل عضو يوجعك، توجعك في الصدمة تروح تنحيها. والسن كل سن وكل ضرس هي عضو من اعضاء جسمك، ما تقدرش تخلى عليها فاسيمو. وهدرت تاني باس في انستغرام وهدرت على الضرر الكبيرة الناتجة عن نزع الضرس. اذا قال لك طبيب بلي هذه الضرسة تنحى ما فيهاش اسبوار، ولا ما بكي تنحيها كاين عفايس واحد اخرين لازم تديرهم، امبوسيبل تخلي درسه بلاصه فارغه هكذاك. دونك ما تمبوزيوش على الدونتيست، ديروا ثقه في اطباء الاسنان ديالكم، هما يعرفوا التشخيص. هناك بعض الحالات اللي حنا نقترحوا على المرضى هذه ولا هذه ولا هذه، داكور تما ما كاش بروبليم انت تقدر تخير. مي اذا طبيب الاسنان شاف بلي هذه الحاله الانسب والوحيده ليك، ما تسييش نتايا تكون طبيب وتسيي نتايا ديسيدي في بلاصتو. الخطأ الخامس والأخير في حلقة اليوم هو احترام المواعيد واحترام النصائح والإرشادات اللي يقدمها لكم طبيب الأسنان. أي نصائح؟ إذا قال لك طبيب الأسنان شرب دواء لازم تشربه، إذا قال لك 5 أيام 5 أيام، إذا قال لك 10 10، إذا قال لك نهار نهار، ما تزيدوا ما تنقصوا. إذا قال لك لازم تولي لي ما كملش درسك، لازم تولي لي السمانة الجاية، لازم تولي لي السمانة الجاية. ما تديروش روحكم شاطرين وتربحنا في لافير، خلصتو غير نص البخي وما كملتهاش سي بون استراح لي ما نزيدش نولي له. الوغ كي خطا كبير، درس مادامها مفتوحه البكتيريا تدخل، اي عفسه تدخل ممكن تصرا في انفيكسيون، تصرا في فايس واللي في فايس واحد اخرين وتسبب ضرر ماشي غير لدرسكم، انما ممكن خطر حتى على جسمكم. احترموا كل ما يقوله طبيب الاسنان من مواعيد. اذا قال لك درت اودياف، اذا قال لك تولي على شهر، تولي على شهر، ماشي على شهرين، ماشي على ثلاثه، ماشي على عام. دونك هذه كل هذه الامور بين اخطاء شائعه اللي يقوموا بها المرضى بدون ادراك انه هذا الامر راح يضرهم، راح يضر اسنانهم وراح يضر صحتهم. في الاول والاخير السن هو عضو من اعضاء جسمك وصحته من صحه جسمك كلها، فاهتموا بصحتكم جيدا. نتمنى فيديو اليوم يكون نال اعجابكم، تكونوا استفدتوا منه. اذا عندكم اي اسئله او اقتراحات تقدروا تواصلوا معايا سواء في انستغرام حنخلي لكم الرابط ولا في التعليقات. نشكركم على حسن المتابعه، وما تنسوش تهتموا بزاف بسنانكم وبصحتكم بصفه عامه، ودمتم سالمين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.